الطريق إلى الجنة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرء مع مين؟ مع من أحب. يا الله. ورحمنا بهديه وسنته القوية. السنة الطريقة الحسنة، كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة بمعناها اللغوي الطريقة الحسنة. طب بالمعنى بتاعنا الشرعي إن هو الاقتداء، وكان يقولوا من علامة المحبة الاقتداء. طب الاقتداء بمين؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإيه علامة المحبة وهو ما عنده السنة؟ طب أجيب السنة منين؟ قال لي في الأخلاق هاتها من رياض الصالحين للنور، وفي الأذكار هاتها من كتاب الأذكار برضو للإمام النووي. الكتابين هو لازم يكونوا معجب بالقرآن. طب الأحكام، أنت مذهبك مالكي هات من كتاب الإمام مالك، أنا مذهب شافعي هات من كتاب الإمام الشافعي، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، المهم مذهب من المذاهب الأربعة التي تقبلتها الأمة بالقبول. غير المذاهب الأربعة ما تضيعش وقت. يبقى دلوقتي امشي معايا كده بالراحه، انا عاوز اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سهله يا سيدي. رقم واحد ايه؟ ها، في الاخلاق. الاخلاق الاقيها فين؟ رياض الصالحين للامام النووي. طب اتنين، ايه الاذكار؟ وانت داخل البيت تقول ايه، وانت خارج تقول ايه، واحد هيجامع مراته يقول ايه، بيشتري هدوم جديده بيقول ايه، كل موقف من المواقف.